السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في الحلقة في الجزء الثاني من الانترودكشن الخاصة بدورة تعلم أساسيات البرمجة من خلال منصة الأردوينو. قبل ما نبتدي في شرح الأدوات بتاعتنا وإيه الأدوات اللي هنستخدمها في الدورة بتاعتنا، حابب الأول أتكلم عن نقطتين مهمين جدا، اللي هم بشكل عام لو أنا ممارس للفن والتصميم إزاي اتعلم الاساسيات بتاعة البرمجة بشكل عام، والنقطة التانية لمنصة الاردوينو. النقطة الاولانية، لو انا عايز اتعلم اساسيات البرمجة بشكل عام، مبدئيا خلينا نكون متفقين ان البرمجة مفاهيم مجردة، تمام؟ المفاهيم المجردة دي بتشمل كذا حاجة، يعني ايه فاريبل، يعني ايه اف، يعني ايه فور لوب، يعني ايه داتا، يعني ايه سترينج. كل دي مفاهيم مجردة، تقدر تتعلم المفاهيم دي من خلال اي لغه برمجه، زي ايه، زي جافا، زي سي، سي بلس بلس، بيزك، اي لغه تقدر تتعلم من خلالها المفاهيم دي، تمام. ده بالعكس، ده كمان ممكن، وده من وجهه نظري انا بس، ان انت تتعلم المفاهيم دي من غير ما تحتاج للغه برمجه. ازاي؟ المفاهيم دي نفسها لو انا مثلا قعدت اشرح لك الفاريبل هتفهم يعني ايه variable، بس لما هتيجي تطبق على لغة برمجة هتفهم اكتر، تمام؟ يعني اللغة او الوسيط او الوسيط العملي ده بيساعدك ان انت، او التجربة العملية اللي انت بتطبقها دي بيساعدك ان انت تفهم المفهوم المجرد ده بشكل اعمق وبشكل عملي اكتر. ممكن اشرح لك مثلا يعني ايه فور لوب، يعني ايه اف، او يعني ايه لوب عموما، ويعني ايه كونديشن، هتفهم الكلام ده، بس لما هتيجي تطبق هتفهم بشكل اعمق. ده بشكل عام، يعني خلينا نكون متفقين بشكل عام كده ان المفاهيم بتاعت البرمجه اي وسيط برمجه تقدر تتعلمها من خلاله. طيب ايه الانسب بالنسبه لي انا كراجل شغال في المجال بتاع الفن والتصميم، او بتعلم فن وتصميم، او الدراسه بتاعتي في المجال بتاع الفن والتصميم، ايه الانسب بالنسبه لي اتعلم من خلاله الاساسيات بتاعت البرمجه؟ خلينا نقول او نتفق في الاول ان في طريقتين للتفكير، في طريقه معتمده على التفكير الحسابي والمنطقي بشكل اساسي، وفي تفكير وفي طريقه تانية معتمده على التفكير الابداعي بشكل اساسي. الراجل المهندس او المطور بيعتمد على الطريقه الحسابيه والمنطقيه دي في معالجه كل المشكلات، في التفكير عموما بيعتمد عليها في التفكير بشكل اساسي. فانت لما هتيجي تشرح له الاساسيات بتاعه البرمجه هتتكلم نفس الطريقة دي، هتشرح بنفس الطريقة دي. بالنسبة له المخرج بتاع البرمجة هيبقى مخرج حسابي إلى حد كبير، ناتج حسابي إلى حد كبير، ناتج منطقي إلى حد كبير. فلما هتيجي تتكلم معاه بالطريقة دي هيفهمك، تمام؟ طيب الراجل اللي مهتم بمجالات الفن والتصميم والمجالات الإبداعية دي عموماً، التفكير الحسابي او المنطقي مش دي الطريقه اللي هي مستخدمه في اعداده بشكل اساسي. الطريقه المستخدمه اللي هي التحفيز الابداع او تحفيز الكرياتيفيتي مختلفه عن الطريقه الحسابيه او المنطقيه دي، تمام؟ وده بيودينا في نقطه تانية، اللي هي ايه، اللي هي ان انا لما هاجي اشرح له، وان انا هاجي افهمه المفاهيم بتاعه البرمجه، المفاهيم المجرده بتاعه البرمجه، ما تصعبش عليه العمليه، وان انت تشرحها له بان هو يطلع مخرجات حسابيه. انت كده وسعت الجاب جدا. طب تعمل ايه؟ هتشرحها له بالطريقه، او هو هيفهمها بالطريقه اللي هي قريبه من الطريقه بتاعت اعداده. زي ايه يا دكتور مصطفى؟ ان انت تفهمها له او توصلها له بطريقه فيها المخرجات البصريه، او فيها المخرجات الملموسه، او فيها المخرجات الثري دي، تمام؟ يعني لما هنيجي نشرح اساسيات برمجه، المفروض ان احنا المخرج اللي عندنا يكون بشكل اساسي معتمد على حاجه فيزيكال، او معتمد على حاجه فيجوال، يعني حاجه ماديه ملموسه فيها التفاعل الملموس بالنسبه لنا، او ان الحاجه اللي هيخرجها من النواتج بتاعه البرمجه دي تكون متشافه، تظهر له على شاشه، ايا كان بقى الشاشه دي، شاشه كمبيوتر، شاشه تليفون، شاشه تابلت، بس المهم يشوف النواتج بتاعتها دي، او ان هو يتفاعل مع النواتج بتاعتها بشكل ملموس، تمام؟ وده بيجرنا لنقطة تانية، اللي هي ايه، ان انا عندي هنا اتجاهين، اتجاه
الفيجوال واتجاه الفيزيكال، تمام؟ طيب اختار اني واحد فيهم لما اجي اتعلم اساسيات البرمجه؟ انا راجل مهتم بالفن والتصميم، اختار اني واحد فيهم لما اجي اتعلم الاساسيات بتاعه البرمجه؟ على حسب التخصص بتاعك. لو انت التخصص بتاعك ميال للبرودكت المادي، فانت هتروح ناحيه الحته الفيزيكال، تمام؟ طب ايه بيقولوا عليه بقى المجال بتاع اساسيات او تعليم اساسيات البرمجه تحت منصه الفيزيكال ده؟ بيقولوا عليه حاجه اسمها الفيزيكال كومبيوتنج. فيزيكال كومبيوتنج، طب الفيزيكال كومبيوتنج ده بيميزه ايه؟ بيميزه ان انت بتستخدم بليت فورم بيكون دايما مكون من جزء عباره عن الكترونيك وجزء تاني بيكون سوفت وير. زي ايه يا دكتور مصطفى؟ زي الاردوينو مثلا. اردوينو مكون هتلاقيه دايما في بورده الكترونيه، وفي عندك اردوينو اي دي اي بتقدر ان انت تكتب عليها الكود بتاعك وبترفعه على البورده بتاعتك عشان ينفذ لك العمليه التطويريه اللي ينفذ لك البروتوتايب اللي انت عايز تعمله، تمام؟ زي ايه تاني؟ زي مثلا حاجه اسمها راسبري باي، زي الموجود عندنا هنا. الراسبري باي عباره عن ايه؟ عباره عن بورده الكترونيه وعندنا نظام تشغيل تقدر ان انت بتقدر ان انت تستخدمه علشان تنفذ برنامج معين او تنفذ بروجكت معين. ده بشكل اساسي المفهوم بتاع الفيزيكال كومبيوتنج. طيب في المقابل بتاع المفهوم بتاع الفيزيكال كومبيوتنج ده، الناس المهتمين بالمخرجات اللي هي فيها الحته البصريه اكتر، فيها الحته الفيجوال اكتر، تمام؟ وده بيودينا ناحيه ايه؟ بيودينا ناحيه المفهوم المقابل اللي هو حاجه اسمها الكرييتيف كودينج، اللي هي ممكن تترجمه بقى اللي هو البرمجه الابداعيه او الترميز الابداعي. بيخرج لك مخرجات بصريه زي كده، تمام؟ تتعرض على شاشه، طبعا التفاعل بتاعها ممكن من خلال بقى التاتش، من خلال الماوس، من خلال الكيبورد، من خلال اي نوع من المدخلات، بس بشكل عام هو بيوفر لك حاجه زي كده، بيطلع لك مخرج بصري زي كده، تمام؟ طبعا ممكن يكون المخرج البصري ده فيه الصوره، فيه العنصر بتاع الصوره والرسوم، ممكن يكون شكل فيلم، زي ما يكون بقى، تمام؟ طبعا انت هتلاقي امثله كتيره جدا للوسائط اللي ممكن تستخدمها علشان تطلع الكرييتيف كودنج. على سبيل المثال مثلا بروسيسنج، البروسيسنج بليت فورم معتمد على الجافا، ممكن تشتغل بمود تاني زي البايثون، بس بشكل اساسي بيطلع لك مخرجات زي كده. زي ايه مثلا؟ خلينا نبص مثلا البروسيسنج مع بعض. تمام، طبعا انت ممكن على النت تسرش تفهم اكتر يعني ايه كرييتيف كودنج ويعني ايه فيزيكال كومبيوتنج، انا بس بفتح لك مفاتيح للموضوع بتاعك. طيب ده بشكل اساسي، ان انا لو عندي حاجه عايز اتعلم حاجه او انا رايح ناحيه مجال منتجات، بطلع منتجات في المجال بتاعي، فهيكون افضل بالنسبه لي ان انا اتعلم فيزيكال كومبيوتنج، تمام؟ لو انا رايح ناحيه الحته بتاعت الجرافيكس اكتر، فهيكون افضل بالنسبه لي ان انا اتعلم كرييتيف كودينج، تمام؟ خلينا نشوف مثلا مثال هنا. ده مثال مثلا لتطبيق معمول لحاجه فيها الجزء بتاع الكرييتيف كودينج ده من خلال البروسيسنج، من خلال البليت فورم بتاع البروسيسنج. طيب اعتقد كده ان الفكره وضحت. طب يا دكتور مصطفى، احنا هنتعلم خلال الدوره بتاعتنا دي الفيزيكال كومبيوتنج من خلال الاردوينو، او عايزين نتعلم الاساسيات بتاعه البرمجه بتاعه الاردوينو اللي هي تقع تحت نطاق الفيزيكال كومبيوتنج. طب ليه الاردوينو؟ ليه البليت فورم بتاع الاردوينو ده اللي هو الشق الثاني؟ البليت فورم بتاع الاردوينو بيتميز بعده حاجات بتخلي له الاولويه في ان احنا نستخدمه. ايه هي الحاجات دي؟ اولا سهوله الاستخدام وسهوله التعلم، وفي نفس الوقت إمكانية التطوير عليه عالية جدا، دي حاجة. الحاجة التانية المجتمع الداعم بتاعه كبير جدا 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 جدا، لو انت وقفت معاك حاجة هتلاقي على المنتديات كتير جدا بتدعم الحاجات بتاعتك. لو انت عندك فكرة معينة ومش لاقي لها مكتبة او موجودة على الاي دي بتاع الاردوينو مكتبة جاهزة، سرش عليها هتلاقي في مكتبات كتيرة جدا بتدعم الفكرة بتاعتك، تقدر تستخدمها بشكل اساسي. دي نقطة تانية. طب نقطة تالتة، السعر. الأردوينو السعر بتاعه مقابل الأسعار بتاع الديفلوبنج كيتس أو البوردات التطويرية المعتمدة برضو على مايكرو كنترولرز يعتبر هو الأرخص. دي نقطة تالتة.
نقطة رابعة فكرة الاوبن سورس، فكرة ان هي الاردوينو مفتوحة المصدر. مفتوحة المصدر يعني ايه؟ يعني تقدر تنزلها، تقدر تطور، تقدر تغير، تعدل على السكيماتكس بتاعت الالكترونكس بتاعتها وتعمل تصميم جديد، تقدر تطور وتعدل على الاي دي اي نفسها بتاعت الاردوينو اللي هي البيئة التطويرية نفسها بتاعت الاردوينو بما يتناسب طبعا مع احتياجاتك انت، بما يتناسب مع البروجكت اللي انت عايزه. تمام، ده بشكل عام. وكمان لو رجعنا للنقطة الأصل، للأورجن بوينت بتاعت الأردوينو، هنلاقي إن هي طلعت في أيفيريا سنة 2005 2006 على ما أتذكر، في معهد التصميم التفاعلي. ففكرة إن هي أصلا طالعة علشان تخدم طلاب التصميم التفاعلي، يعني ده دعم كبير جدا 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 للفكرة إن أنا ليه أستخدم الأردوينو. تمام، ده بشكل أساسي النقطتين اللي أنا كنت عايز أتكلم عليهم في الفيديو ده. وإن شاء الله من الفيديو اللي جاي هنبتدي إن إحنا نشتغل بشكل عملي على هنناقش الأدوات بتاعتنا، وهنشتغل بشكل عملي على في الجزء الخاص بتاع لدورة تعلم أساسيات البرمجة باستخدام منصة الأردوينو.